السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيد من قناة الإبداع والتميز، دائما قناتكم أبدع واستمتع. مرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بنتكلم على واحد من البرامج الممتازة جدا اللي قدمتهم لنا ليها شركة جوجل، وهو برنامج جوجل درايف الرائع اللي فيه العديد والعديد من الإمكانيات. النهاردة بنتكلم عن بعض الخفايا والأسرار اللي أعتقد إن في عدد كبير من الناس ما يعرفوش عنها حاجة، والأدوات اللي ممكن تكون مفيدة لناس كتيرة جدا. اول حاجه النهارده هنتكلم عليها، بعد ما تخش طبعا على حسابك في جوجل وتظهر صورتك ان هو على جوجل، يبقى انت كده تقدر تفتح الجوجل درايف. بتخش على جوجل درايف طبعا وتختاره من هنا اهوت. بعد ما يفتح معاك الجوجل درايف تقدر تعمل الايديت اللي انت عايزه. اول حاجه هنتكلم عنها النهارده هو ان انت تقدر تفتح اي ملف باستخدام خاصيه النيو. يعني لما بفتح هنا اهوت مثلا نيو، تمام، اقدر افتح جوجل دوكس، واقدر افتح جوجل شيت، واقدر افتح جوجل سلايدز والفورمز، وطبعا كل دي امكانيات زيها زي الاوفيس. بس الجميل اللي انا هتكلم عليه النهارده هو ان انت لما تدوس هنا على نيو تاب تقدر مجرد ما تعمل دوك نيو، تمام، وانتر، هيفتح لك دوكيومنت جديده على طول. اهو فتح دوكيومنت جديده من جوه الجوجل درايف. طبعا مجرد ما تقدر تكتب فيها بيعمل هو سيف اوتوماتيك، وبيخزن كل المعلومات بشكل آلي او تلقائي على الجوجل درايف. تقدر كمان سلايدز تعمل فيها نفس الشيء، لما تعمل سلايد دوت نيو نفس الشيء، هيفتح لك اهوت السلايدز او الباوربوينت بتاع جوجل. وطبعا تقدر تعمل كده كمان في الشيت اللي هي الاكسل شيت بتاعت الجوجل درايف. ده كان اول حاجة معانا النهاردة. الحاجة التانية الجميلة ان انت لما تحب ترفع ملف او صورة على الدرايف تقدر بكل سهولة تسحب وتحط الملف هنا هوت. يعني مش لازم ان انا ادوس على ابلود، تمام، واقول ابلود فايل او ابلود فولدر، لا، انا بكل سهولة افتح هنا هوت مثلا، اخد الملف اللي انا عايزه، تمام، اسحبه واحطه هنا هوت زي ما انتم شايفين. او زي ما انت شايف مجرد ما عملت دراج اند دروب او سحب هنا اهوت للجوجل درايف، اهو بيظهر لك على طول اسم الملف، وبتخش هنا اهوت بتلاقي كل الملفات اللي انت عملت لها ابلود. وطبعا الطريقه السهله ان انا اقدر اسحب اي ملف واحطه هنا عندي في الجوجل درايف، وبيعمل الابلود اللي انا عايزه. الشيء الجميل كمان في الجوجل درايف ان انت تقدر تطلع التكست من اي صوره او من اي ملف بي دي اف. يعني على سبيل المثال لو انا عندي اي صورة مثلا، مجرد ما بقف هنا على الصورة واعمل عليها رايت كليك، يعني نجيب مثلا ايمج، نشوف اي ايمج عندنا في الجهاز، اهو نسحب الايمج وبعدين نحطها هنا اهوت، جاري عمل ابلود، تمام، وادي هي جي بي جي، يعني دي صورة، تمام. نقدر كمان نبحث عنها، نشوف مثلا اسمها، اهو اسمها بيج، اهو 00، ادي الايمج اللي عندي انا اهوت. طيب عشان اجيب منها البيانات بتاعتها بقف عليها ورايت كليك، وبعدين بعمل حاجه اسمها اوبن ويز، وبختار في الاوبن ويز بختار جوجل دوكس، تمام، فبيحولها الى دوكيومنت. نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي، اهو بيفتحها معانا في الجوجل دوكس. ادي الصوره بتظهر الاول، وبعدين بتنزل تحت تلاقي النص بتاع الصوره اهو زي ما انتم شايفين. تقدر تاخد كوبي من النص، تمام، وتقدر بعدين تستخدمه في اي ملف اخر جديد. تقدر تعمل نفس الشيء كمان مع ملفات البي دي اف. يعني لو انت عندك ملف بي دي اف تقدر تاخد منه البيانات ان انت برضو بتحوله الى دوكس. ادي ملف مثلا بي دي اف، بتقف عليه ورايت كليك، وبتعمل برضو اوبن ويز جوجل دوكس، تمام، اهو زي ما انتم شايفين فتح لي البي دي اف في جوجل دوكس. تقدر تعمل الايديت اللي انت عايزه، اهو تقدر تكتب اللي انت عايزه وتغير وتعمل ايديت للملف بشكل كامل، وبعدين تقدر تعمل سيف للملف، وبيحتفظ بكل الملفات بالصيغه اللي انت عايزها. يعني هنا هو تقدر تعمل فايل وبعدين تروح وتعمل داونلود، وهنا في الداونلود تختار كمان الاوبشن بتاع الداونلود، عايز تسيبه كوورد فايل او على البي دي اف او على اي صيغه من الصيغ المتاحه عندك هنا.
الحاجة اللي معانا كمان النهاردة ان انا كمان اقدر انزل برنامج للجوجل درايف عندي على الجهاز، وما اكونش محتاج ان انا اخش على الويب سايت في كل مرة. يعني على سبيل المثال عشان اعمل الحكاية ديت اخش ان هو تلاقي فيه علامة انستول جوجل درايف، يعني هنخليه زيه زي برنامج. لما ندوس هنا هو انستول هيقول لك جوجل درايف انستليشن، نعمل انستول اهو زي ما انت شايف فتحه في صيغة برنامج، تمام، زيه زي البرامج العادية مش صفحة انترنت. اهو كمان لما افتح الستارت منيو في الويندوز بلاقي ان في جوجل درايف اللي هو البرنامج اهو اللي انا عملت له انستول على الويندوز. فتقدر كمان ده لتسهيل الدخول على جوجل درايف وعمل اي اديت واضافة او مسح للملفات اللي موجودة عندك. الشيء الجميل كمان ان انا اقدر اعمل باك اب اند سينكرونايز. الباك اب يعني ان انا باخد نسخه احتياطيه من كل الدرايف اللي عندي، وان انا اقدر اعمل عليه تزامن بشكل مباشر من على الديسكتوب. عشان اعمل كده هنروح على علامه الترس، تمام، هنلاقي في خيار اسمه جيت باك اب اند سينك فور ويندوز، يعني هعمل نسخه باك اب من الجوجل درايف عندي على الويندوز. اول لما بدوس عليه طبعا المفروض ان هنا هيسالك على تنزيل كل محتويات الجوجل درايف. اهو لما تيجي هنلاقي الخيار هنا اهوت على اليسار باك اب اند سينك اللي هو عمل نسخه احتياطيه وتزامن، تمام. وهنا هو بيقول لك ان ده هيسهل لك الدخول على كل محتويات الجوجل درايف بما فيهم الصور وباقي الملفات. وطبعا عندك هنا اهوت للافراد، وهنا اهوت للتيمز لو انتوا شغالين مجموعه عمل في شركه من الشركات، فتقدر ان هو على طول بسهوله تعمل داونلود، تمام، وتوافق على شروط الخدمه. هيقوم بعمليه تنزيل كامل لكل محتويات الجوجل درايف عندك هنا على الجهاز اللي انت شغال عليه، وتقدر تعمل بشكل مباشر على الديسكتوب بتاعك، وبعدين هو بيعمل تزامن تلقائي مع الجوجل درايف اونلاين. الامكانيات الجميله كمان اللي موجوده هنا على جوجل درايف هي امكانيات الشير. الشير يعني ان انا اقدر اخلي الملف اللي موجود عندي ناس اكتر من شخص يقدر يخش عليه، سواء ان انا ابعت له الرابط على الايميل او ان انا ابعت له رابط يخش بيه بشكل مباشر على الملف. زي ما انتم شايفين ان هو عندي الملف دوت، هتلاقي معمول عليه علامة هنا هوت اللي هي علامة الشير، يعني تم عمل شير للملف دوت. لما نيجي نفتح الملف هنا هوت هنلاقي فيه امكانيات الشير، ادي هنا هوت على اليمين امكانيات الشير. لما تدوس هنا هوت هيديك خيارات الشير، هيقول لك اولا انت عايز تعمل شير لمين. ممكن تختار من الايميل بشكل مباشر، تكتب اسم الشخص، تمام، وبعد ما تكتب اسم الشخص تقول اوكي، تمام. هنا هو لما بتكتب اسم الشخص بيظهر لك ان هو جنبه الاثوريتي او البرميشن اللي انت بتديه للشخص، التصريح يعني بتقول الشخص ده هيعمل فيور يعني يطلع فقط على الملف، ولا كومنتر يعني يعلق على الملف يقدر يحط لك مثلا ملاحظات، او اديتور ان هو كمان يقدر يعمل اديت تحرير للملف. ودي امكانيه جميله جدا في حاله مثلا لو انت عندك ملف شغال عليه اكثر من شخص، يقدروا كلهم يخشوا في نفس الوقت على نفس الملف ويعملوا اديت في نفس الوقت، وده بتبقى جميله جدا في العمل الجماعي. مثلا على سبيل المثال لو في اكسل شيت مثلا للحسابات وفي اكثر من محاسب شغال على جزئية في الحسابات، يقدروا كلهم يخشوا في نفس اللحظة على الملف ويقدروا يضيفوا اي جزئيات خاصة بالشغل بتاعهم. على سبيل المثال اهو ادي ملف الحسابات، ممكن اخش عليه زي ما انت شفت وهنلاقي كلمة شير، تمام، ادي اهو ادي شير هنا اهوت. اقدر اختار الاشخاص اللي انا عايز اعمل لهم شير للملف دوت، تمام. وبعد ما بختار الشخص اقدر زي ما قلنا هختار جنبه هنا هوت ان هو يأديت، يعني مثلا يبقى هنا هختار مثلا 3 أو 4 أشخاص يقدروا يعملوا إيديت على ملف الحسابات اللي أنا شغال عليه. دي كانت نظرة سريعة لبعض من النصائح والخفايا والأسرار اللي موجودة على جوجل درايف. أرجو أن تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، وياريت ما تبخلوش على قناتكم قناة الإبداع والتميز. أبدع واستمتع بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.